هي مؤسسة وطنية، هي الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. بعد شوية باش نتنقلوا للقصرين لزميلتنا فدوى القرمازي ولضيفة المشهد، ولكن قبل هذية ورقة تحطنا في صورة وضعية هذه الشركة على امتداد سنوات، ورقة تقديمية لماهر الفرشيشي، ثم نستقبل ضيف المشهد. الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين واحدة من أهم وأقدم مؤسسات النسيج الصناعي في تونس، تأسست سنة 1956 وتعد من أوائل الشركات التي اعتمدت على الموارد الطبيعية المحلية لتصنيع المنتجات الصناعية. تتمثل مهمة الشركة الرئيسية في استخراج وتصنيع عجين الحلفاء وإنتاج الورق، حيث يعتبر الورق المنتج من الحلفاء أحد أنواع الورق العالية الجودة، يستخدم في العديد من التطبيقات منها الطباعة والنشر. وخلال سنوات نشاطها الأولى حتى سنوات الثمانين كانت الشركة تنتج حوالي 15,000 طن من الورق سنويا. كانت هذه الكمية تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التصدير إلى عدة دول خاصة منها أوروبا، حيث كانت تصدر الشركة حوالي 70% من إنتاجها إلى الأسواق الأجنبية. على مر العقود واجهت الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق العديد من التحديات التي أثرت على قدرتها الإنتاجية واستمرارية عملها. قد عرفت الشركة فترات توقف متعددة منذ تأسيسها، كانت هذه التوقفات نتيجة مباشرة للتحديات التي واجهت الشركة، وكانت فترات التوقف موزعة على سنوات 1985 إلى 1990، كانت نتيجة لارتفاع التكاليف وتدهور حالة الآلات، مما اضطر الشركة لإيقاف الإنتاج لفترة لإعادة تأهيل المصنع. ثم كانت مرحلة توقف ثانية ما بين سنوات 2000 و2005 بسبب قلة الموارد الطبيعية وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج. ثم كانت مرحلة توقف ثالثة ما بعد الثورة من 2010 إلى 2015، ذلك نتيجة لتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حيث انخفض الطلب المحلي على الورق وواجهت الشركة مشاكل مالية كبيرة. خلال السنوات الأخيرة كانت هناك عدة محاولات لإنقاذ الشركة وإعادة هيكلتها، شملت تحسين البنية التحتية، حيث ضخت الحكومة استثمارات لتحسين حالة المصنع وتجديد المعدات، إضافة إلى تبني استراتيجيات جديدة تركز على الحفاظ على البيئة من خلال تقنيات إنتاج أكثر كفاءة واستخدام لمصادر طاقة نظيفة، وأحداث برنامج تدريب للعمال لتحسين كفاءتهم وتكييفهم مع التكنولوجيات الحديثة. شهدت الشركة مؤخرا فترة استقرار نسبي في الإنتاج، حيث بدأت في العودة التدريجية للإنتاج بفضل تحسينات في البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الحكومية، مسجلة سنة 2023 إنتاجا سنويا بلغ حوالي 7,000 طن من الورق. رغم كل التحديات التي واجهتها، تظل الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين رمزا للصناعة الوطنية في تونس. نجاحها يظل رهينة قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في السوق العالمية. ضيف المشهد. ضيف المشهد للتفصيل أكثر في موضوع وضعية الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين هي الرئيسة المدير العامة للشركة السيدة سامية البريكي، موجودة في القصرين، وطبعا هي إلى جانب زميلتنا فدوى القرمازي مراسلة الإذاعة التونسية. فدوى مرحبا بك ومرحبا بالضيفة الكريمة. صباح النور ليا، تحية ليك ولكافة مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية وأيضا متابعي الإذاعة الوطنية على الصفحة الرسمية. كما كنت تحكي ليليا، احنا الآن متواجدين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين بحذاء السيدة الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين السيدة سامية البريكي. حديثنا اليوم أكيد باش يكون على الاستعدادات للعودة المدرسية، كمية الورق اللي متوفرة للعودة المدرسية 2024-2025. وكما كنت ليليا سبق وتعدت معاكم في الورقة أنه تحسن الانتاج في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بعد توقف لعدة سنوات. اليوم نشوفه 5370 طن هو انتاج الورق المخصص لتباعة الكتاب المدرسي، نركز على الكتاب المدرسي، وإن شاء الله في السنة الجاية يكون فما للكراس المدرسي. مزيد الحديث حول الاستعدادات للعودة المدرسية وكيفاش كان الموسم هذا مع السيدة سامية البريكي الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. صباح النور مدام ومرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية. صباح النور، تحية لكم وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
اليوم مدام سامية بعد سنوات، بعد صعوبات، بعد عدة مشاكل شهدها المصنع عجين الحلفاء والورق بالجزري، نشوفوا عودة الانتاج بوحدة انتاج الورق المخصص السنة لاتباعة الكتاب المدرسي، وكنا نحكو 5370 طن هو مخصص لاتباعة الكتاب المدرسي. صحيح، هو بعد تعطل تقريبا لأكثر من 3 سنوات على الإنتاج، يعني استعادت الشركة نشاطها وبدينا من معنا من السنة الفارطة في إنتاج الورق المخصص لتباعة الكتاب المدرسي، وأيضا عمناول معناها فما كمية قليلة للكراس المدرسي. أثناء معناها بداية من شهر ماي بدينا في إنتاج الورق المخصص لتباعة الكتاب. هذا كان بعد معناها المجلس الوزاري اللي انعقد في فيفري 2024 الاستعداد للعودة المدرسية، حيث تم تكليفنا بصنع كمية الحقيقة هي حسب معنى المجلس هي 5500 طن. احنا تو تمكننا من صناعة 5370 لأنها هذه الكمية اللي تم موافاتنا بشهادة في شأنها من قبل المركز الوطني البيداغوجي اللي هو بدوره ينسق مع مطابع خاصة اللي تتولى طباعة الكتاب. 5370 طن للموسم 2024-2025 قديش كان في الموسم الفارق؟ مقارنة بالسنة الفارطة هو تم إنتاج 4200 طن، يعني فما زيادة تقريبا ب 1200 طن. هذا كان زاد في ظرف معنا في زمن قياسي الحقيقة، على ذلك احنا نعتبروه نجاح للمؤسسة ونجاح للدولة بصفة عامة، لأنه بنجاح نجح العودة المدرسية، خاطر الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق هي المؤسسة الوحيدة اللي مختصة في صناعة ولا في إنتاج الورق المخصص لطباعة الكتاب، لأنه لو احنا ما نتجوش معناها باش نضطروا إلى توريد الورق هذا، ونعرفوا واش يكلف على الدولة منعناها من عملة صعبة ومن حتى ارتفاع أسعار مقارنة معنا بالمنتوج المحلي. وإحنا نحكيه مدام سامية على الإنتاج 5370، وقتاش انطلقتوا أنتم في عملية الإنتاج هذه، وتقريبا يوميا قديش الإنتاج؟ عملية الإنتاج رسميا انطلقت بداية من شهر ماي معناها، وبدينا حتى بعد الإنتاج مباشرة بدينا في التوزيع، يعني أول كمية تم توزيعها كانت بتاريخ 7 ماي. الكميات هذه معناها كنا نوزع فيها تباعا على المطابع كما حكيت لك. بالنسبة للإنتاج يتراوح دين قديش؟ لا، معدل الإنتاج يعني صح، هو كما قلت لك هي كانت فما عديد الصعوبات، من بينها حتى صعوبات فنية تقنية متعلقة بوحدة الإنتاج. احنا في البداية كنا في الأيامات الأولى نخدم تقريبا في 40-45 طن في اليوم، ثم ولينا 50 طن، إلى أنه في شهر أوت أصبحنا نتجاوز 60 طن في يوميا، دونك بمعدل 60 طن تقريبا، مقارنة بالسنة الفارطة اللي هي كانت في حدود 40 طن يوميا، يعني نعم. حتى يعني القدرة بتاع الانتاجية بتاعنا. سيدة سامية، هو النقطة الإيجابية جدا أنه في شهر أوت وصلتوا 60 طن من الورق يوميا، هذا يحسب لشركة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في القصرين. حبيت نتفاعل معك في مجموعة من النقاط، أنه اليوم فما حديث عن دور الأعوان والعمال في الحفاظ على ديمومة الشركة في القصرين، خاطر أهمية المناخ الاجتماعي مهم جدا بالنظر اللي تعديت به شركة العجين الحلفاء والورق في القصرين في السنوات الماضية. هذا هو يعطيك الصحة، معناها الحقيقة سؤال في محله، لأنه الشركة الوطنية إذا كان نجحت ما نجحتش معناها بالإدارة متاعها فقط، بالعكس يعني كان هذا نتاج للمجهودات المبذولة والمضاعفة لعمالها وإطاراتها الفنية والإدارية، ذلك خاطر نحكم في إطار فريق معناها متكامل، وهذا ما كانش بالسهل، لأنه نحن عملنا منذ معناها تولينا رئاسة الإدارة أنه إرساء مناخ جديد داخل المؤسسة اللي هو الحقيقة طور وعزز الإحساس بالانتماء للشركة. نعم، أنت سيدة سامية شديد بي دي جي في شهر أفريل.
أبريل. نعم، بعد زيارة رئيس الجمهورية اللي كانت في جان في 2024، وقت اللي تحدث على أنه هذه المؤسسة ليست للبيع وإنما للإنقاذ. سنتحدث عن الإنقاذ، نبدأ بالوضعية المالية للشركة. مرت بديون ثقيلة، ما زال موجود جزء من هذه الديون. شنو تنجم تحكي لنا اليوم على وضعيتكم المالية؟ هو بالضبط، هو أنت ديجا حكيتي على زيارة السيد الرئيس اللي كانت هي الواعز والدافع الأهم الحقيقة بزيارة المؤسسة، دفعت الأمل زادة لأعوان الشركة، خاطر قبل ما كانتش فما معناها على أساس الشركة سيتم تفويت فيها، هذا ما يروج له معناها خارج الأطر. نحن رئيس الجمهورية ليليا ومدام تانية كان رئيس الجمهورية، وإحنا كنا نواكبه في الزيارة الميدانية. نسأل على الخسائر فدوى، خلينا في نقطة الخسائر. نعم. والمسألة المالية إذا كان فما توضيح، خسائر ب 570 مليار في مؤسسة وطنية وديون ب 60 مليون دينار، وين وصلت؟ كان فما مؤشرات إيجابية ماذا بينا نسمع بها؟ نعم. هي ال 570 مليون دينار هي الخسائر معناها المتراكمة لسنوات على المؤسسة، معناها ما هيش في عام ولا في سنين. صحيح، هذا اللي نحب نوضحوه. نعم بالضبط، خاصة معناها في السنوات الفارطة اللي زادة توقفت فيها الشركة على إنتاج، وكانت ثم أعباء اللي هي إحنا مطالبين معناها بدفعة خاصة منها أجور العمل، وإحنا عنا عدد كبير. نعم. معناها في موجود في المؤسسة. إلى حد الآن عنا 756 عون وإطار يعني بصفة عامة. اللي تحكي عليه معناها هو المؤسسة هو تطرح في إطار دراسة إعادة هيكلة قامت فيها. هو نعم دراسة استراتيجية. نعم تفضل سيدة سمية. هي دراسة استراتيجية متعلقة بإعادة هيكلة الشركة، واللي هي الحقيقة احنا معناها انطلقنا فيها في الشركة منذ سنوات، لكن ما خذتش القيمة متاعها وما كانتش فما جدية نجم نقوله في التعامل مع الدراسة هذه. نعم. اللي خلنا الدراسة الاستراتيجية مدام ثانية اللي فيها ثلاثة محاور، تطوير المالي والاجتماعي والاستثمار وتجديد الآلية. هي فيها ثلاثة نقاط رئيسية، فيها تطهير المالي اللي هو معناها من بينها الديون هذه المتراكمة على الشركة، معناها باش احنا كي ننطلقوا. نعم. معناها معناها من جديد. ثم زاد تطهير اجتماعي لأن معناها عدد العمل والأجور معناها فيها تحمل ثقل كبير على كاهل الشركة. وفما النقطة الثالثة واللي هي معناها مهمة زادة اللي هي تتمثل في الاستثمار، معناها في اقتناء معدات جديدة، في اقتناء قطع غيار، في معناها في الوحدات اللي موجودة بالشركة. نعم، دخلت حيز التنفيذ وإلا فما سقف زمني لهذه النقاط؟ ما زالت ما دخلتش، هي توا ان شاء الله، احنا ما نحبوش نعطوا برشا معلومات حتى. نعم. ان شاء الله معناها نوصل للنتيجه. هي توا على مستوى الشركه نحن تقريبا استوفينا الدراسه، توا ثم تنسيق يومي وتحت اشراف السيده الوزيره. نعم. وان شاء الله في المستقبل توا نعلنوا شنو انتظار تفعيل الدراسه هذه، وان شاء الله معناها تنتظر النتائج الايجابيه للدراسه هذه. كما كنا نحكوا ليليا فيها ثلاثه محاور، هي تطهير المالي والاجتماعي والاستثمار وتجديد الآليات، أكيد باش يدعم ويعزز. نعم. واضح فدوى، خلينا نسألوا أكثر، نحاولوا نعاودوا نتصلوا بزميلتنا فدوى القرميزي وضيف المشهد اللي هي السيدة سامية البريكي رئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، في انتظار أن نسترجع الاتصال. نيخو من عندك تعليق أولي سي خالد كرونة. يعني تعليقي اتجاه بالخصوص إلى مسألة أشمل، لأن القضية ليست فقط في هذه المؤسسة، يعني ثم رؤية ينبغي أن نتفق فيها. في الحقيقة خلال السنوات الماضية الكل، وهذا سمعناه من السيدة سامية منذ حين، إبان ثلاث سنوات التي تعطل فيها الانتاج في الشركة، ثم رؤيتين في البلاد، ثم رؤية تعتبر أن المؤسسات العمومية عبء وينبغي أن نتخلص منه، ويعني الدولة تتخلى عن هذا الدور بين الظفرين الاجتماعي، ولأن هذه الكلمة في حقيقة الأمر صارت ممجوجة الآن، يعني نمشي في الخوصة. نعم. وإلا الرؤية الثانية اللي تعتبر للمؤسسات العمومية حتى إن كانت عندها مصاعب، المصاعب بسببها. نعم. سوء تسيير، انعدام الحوكمة، وهيك علاش مشيت الدولة في بالنسبة لبعض المؤسسات في إعادة الرسملة
وفي اجراءات في الحوكمه وفي تغيير في نعم. يعني في اصلاح هذه المؤسسات. احنا استرجعنا السيده ساميه بعد اذنك سي خالد. سيده ساميه مرحبا بك من جديد صحبه زميلتنا فدوى القرميزي من القصرين. فيما تبقى من الوقت نحب زيدا توضح لنا اليوم شنو عدد الوحدات الصناعيه للشركه، نحكيوا على شركه عجين الحلفية والورق في القصرين، شنو وضعيه المعدات البنيه التحتيه، اعطينا شويه معطيات. بالنسبة لوحدات الانتاج احنا فما ثلاثة وحدات موجودة بالشركة، اللي هي وحدة انتاج عجين الحلفاء، وحدة انتاج الورق، ووحدة انتاج المواد الكيميائية اللي هي الحلكة. نعم نعم. مبدئيا احنا ثم وحدة فقط ناشطة اللي هي وحدة انتاج الورق، يعني كما حكيت من البداية اللي فما معناها تقادم تاع معدات وفما آلات غير صالحة للاستعمال وكل دونك على ذلك احنا حكينا في دراسة ساعات الهيكلة فما استثمارات اللي فما آلات باش ناخذوها من بينها وحدة الحلكبة هذه اللي هي متخصصة في انتاج المواد الكيميائية. نعم سيدة سامية، انت تحدثت في البداية على رقم الحقيقة رقم قياسي وصلت له الشركة في إنتاج 5370 طن لطباعة الكتاب المدرسي، سقف الإنتاج اليومي أيضا ارتفع. فما نقطة أخرى إيجابية باش نعطيه الحق لهذه الشركة اللي تقدمت في فترة قصيرة، هي حملة نظافة لرفع الفضلات وكميات كبيرة من الورق، إشكالية عمرها سنوات تحلت زادة اليوم في الشركة. ليليا ولهنا نشوفوا أن هي لأول مرة تصير حملة نظافة بالشركة الوطنية عجين الحلفية والورق، وأكيد كانت الشهر الفارط وشفنا الأيامات اللي فاتوا أيضا ثم حملة نظافة كبيرة بالشركة الوطنية لعجين الحلفية والورق، هذا أكيد لإرساء بيئة جيدة بالشركة ولتحسين معناها ظروف العمل. ولمزيد الحديث باش تجاوبنا مدام سامية البريكي على تفاصيل الحملة هذه، من وقتاش انطلقت الحملة هذه وتفاصيل الحملة. هو في الحقيقة حملة النظافة كانت معناها بالتنسيق وتحت إشراف سيد ولي الجهة، لأن حملة النظافة كانت كبيرة ونحن الإمكانيات تنقصنا، دونك نسق لنا سيد ولي مع بعض البلديات في القصرين المدينة وإدارة التجهيز. الحقيقة كميات الفضلات المتراكمة بالشركة هي اللي سنة لعشرات السنين، معناها كميات كبيرة برشا. على ذلك كانت فما حملة وتواصلت إلى غاية الأسبوع الفارط، وإن شاء الله ما زلت باش تتواصل لأن ما زلنا معناها إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة سامية. إن شاء الله بعد الكتاب المدرسي نتعداو للكراس ونتعداو لتلبية حاجيات السوق المحلية في الكتاب والورق من الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. شكرا فدوى القرميزي، شكرا ليك. فيما تبقى من الوقت خلينا ناخذ التعليق، نرجع لك سي خالد تفضل. يعني أنا كنت أقول منذ حين أن معناها المؤسسات العمومية نجم ناخذ أمثلة كثيرة، مش فقط شركة العجين الحلفاء، معمل السكر، نعرفوا شنو اللي صار في البنوك العمومية الثلاثة، يعني اللي كانت على حافة الإفلاس والانهيار واضطرت الحكومة في وقت ما باش تعاود ترسم لها يعني الرؤية الاقتصادية. وبالمناسبة هي عندها انعكاس سياسي، لأنه موضوع المؤسسات العمومية كان جانب من جوانب الشد والجذب بين يعني الطرف الاجتماعي وبين الحكومات المتعاقبة، والآن كأن السلطة السياسية استولت على هذا الشعار وباتت هي نفسها التي تقف لحماية المؤسسات العمومية، مما أفقد الطرف الاجتماعي عنوانا من عناوين يعني الخصومة الدائمة مع الحكومات المتعاقبة. يعني النتيجة اللي حاجتنا باش نوصلوا بها هو أن ننظر نظرة أشمل، هل أن القصرين محكوم عليها دائما أنه عندنا مؤسسة عمومية فريدة، وأنه قفصة محكوم عليها أنها تقعد جد تحت رحمة المؤسسة بتاع الفوسفات، وأنه البلاصة الفلانية ما عندها علاقة بمعمل السكر، أم أنه يجب نخلق تصور جديد للتنمية؟ القصرين لن تنمو بمجرد إعادة ضخ الدماء في إحدى الشركات رغم تثميننا لهذا، لكن لازم نشوفه اذا كانت المؤسسه هذه باش ترجع مؤسسه تشتغل وتخلص في الخدمه نتاعها وموظفيها. مدام ساميه البريكي كانت تقول لي فيها 756 موظف وعامل. نعم. اذا كانت المؤسسه هذه باش نعرف كيفاش نخليوها رابحه
نحتفظ بها ونوسع على نشاطها. وإذا كان هي اللي مجرد أن باش تكون مؤسسة مفتوحة وباش تمثل باقي عبء، راهو التنمية ماهيش مربوطة فقط بالحلفاء. نعم. في القصرين، والقصرين أكبر من أن ترتبط بهذا الذي يسمى في الاقتصاد الإنتاج الأحادي. نعم، وإحنا قبل ما نعطيه الكلمة لسهيب اللي حكيت على الحلفاء في القصرين، فما حلقة من حلقات الإنتاج حبينا اليوم نعمل إضاءة في المشهد على هذه الحلقة اللي هي إنسى اللي يجمعوا الحلفة، الحلقة الأولى للإنتاج باش يوصلنا إحنا الكتاب المدرسي والورق هذيك، باش نسمعوا إسمهين العمري شنو حكيت على هذه المهنة. احنا نخدم حلفة ونخدم الفلاحة، فلاحة طماطم فلفل ما تابع خضروات والغذاء، نقلل فمام الوسطاعية، الوسطاعية كلها حلف وأصلها هي الحلفة والبداية متاعتها وتعليمها وكلها هي من أصل قلال فمام. يعني الموقع متاعنا نحن أصلا هو فيه الحلفة، نخدم حلفة هي ما عادتش كما قبل الحلفة الحقيقة، خاطر ريتي المطر ما عادتش، وكما عبيد نحفها تعطي فيها للبقر ما قعدتش، ما عادش موجود الشيحة الطوب كمل ويشكلوا منها هي، أما ما عادوش ما عادش نرى فيها بينا. نحن بالنسبة للحلفة نحو نشير هو تبع الدولة كل، احنا نخدم وحدي معايا جروب ابني، أنا تعلمتهم وحدي ونخدم وحدنا، نخدمه في القطايا متاع الحلفة ونبيعه، ساعات نحبسه ما نجموش نخدمه ولا نخرجه فلاح. فنبدة الحلفة الصيبة ياسر تقليع هيكون ما هي تتقلع باللي دين تتجرح وفيها الغبرة الشمس الشتاء تنقلها تبدا مطر والواحد معناتها يشوف التعب يشوف الخرجة وبعيدة مشكلة كبيرة. من المطر ما صبتش حقيقة، المطر ما صبتش عندها برشا الحلفة يبست ما قعدش حلفة. تحية للسيدة إسمهين العمري، هي ونساء اللي كيفها ومعاها في الحقول يقلعوا في الحلفة. دونك خلينا سيدة في المحطة الأولى للإنتاج وسيدة في دي جي الشركة اليوم. سهيب، فما أمل في استعادة هالشركات الوطنية هذية لدفع عجلة الاقتصاد وزادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ أنا نفرح كي نسمع أنه ما استوردناش ورق ويمكن إنتاجه محليا اليوم في مصانعنا. أكيد يعني ليليا، خليني أولا يعني نتقدم بالتحية لكل النساء الكادحات والمرابطات في الحقول وفي السواني تحت الشمس الحارقة وتحت يعني رغم كل جور الطبيعة وقساوة التاريخ عليهم، فإنهم لا. اليوم يرابطنا مرابطة النساء الوطنيات اللي هما يعني أسسوا لنا كل ما تحتاجه اليوم لحياتنا اليومية. أيضا يعني كيف ما بدينا الحلقة ليليا لو تتذكر أنه المرأة هي الأمال، فأنا زاد اليوم نعاود ونقولها أنه أمال هي اللي نحطوها كلنا على المرأة. فاليوم يعني أنت حكيت على لغة الأرقام، أنا مستبشر بلغة الأرقام، أنا على الأقل فرحت نوعا ما فرحة حينية ومتذرفة بلغة الأرقام، وفرحت زاد وقت اللي نسمع أنه فما استراتيجية جديدة، استراتيجية عمل وبعث الشركة من جديد. يعني وهذا جاء كله ليلي لو نقراها في السياق التاريخي أنه جاء على إثر مجلس وزاري حول يعني العودة المدرسية، وشوف شوفوا انه يعني فما اكثر من 1170 يعني طن تمت مضاعفته على السنه الفارطه اللي كانت 4200. نعم. انا نتسائل سؤال جوهري وعميق، علاش مؤسساتنا العموميه اليوم بعد الثوره التونسيه اكتسبت ليس يعني ثقافه العمل اكثر من اجل مضاعفه الانتاج والانتاجيه، وانما توجهت الى منطق الخمول والكسل، عوض ان تكون القاعده الاساسيه في العمل هي كل حسب طاقته وجهده يتكون هنا ذلك الحاجة، أصبحنا نعم. اليوم كل حسب خموله وكسله يضاع ويطلب نعم. مضاعفة طبعا الأجل. هذه ماهيش قاعدة عامة، هذه ماهيش نعم. قاعدة عامة، لكن أكثر من ذلك ليلي أنا باش نتسائل سؤال آخر، علاش اليوم المؤسسات العمومية فقط تنتظر زيارة مسؤول أو زيارة رئيس الجمهورية حتى تأخذ على عاتقها واجبها اللي هو مقول لها في سبيل يعني أنه تشتغل أكثر وأنها تنتج أكثر؟ علاش اليوم نستناو في زيارات المسؤولين وزيارة رئيس الجمهورية باش تتحرك دواليب العمل في عدد من المؤسسات العمومية؟ هذا رأي سهيب سي خالد. إيه أكل هي يعني أنا سألتقط ما كان يقول، في الحقيقة رئيس الجمهورية هو اللي جاوب على السؤال، لأنه هو كان في آخر خطاب ألقاه يوم تعيين الحكومة الجديدة نعم. تحدث على تعطل دولي بالدولة، هو برر
التحوير الوزاري بأن الدولي بالدولة متعطلة. هذا وجه من وجوه تعطل الدولي بالدولة. وقت اللي أنت هي إحنا بلادنا صغيرة، بلادنا ما هيش الهند ولا الصين، يعني ما ثم حد في تونس ما في بلوش اللي ثم مشاكل في شركة الفوسفات في قفصة، وثم مشاكل في القصرين، وثم مشاكل في معامل السكر، الناس كل في بالها. أما هل أنه ثم تصور هي وقت اللي مشى رئيس الجمهورية في أفريل كان ثم نية من الأول وقت اللي مشى في أن وتعينت البي جي في أفريل إيه، لكن الإكزيكشن في أفريل وقت اللي أنت تبدل شكون بشي معناه باش تعطيه وتحط ولا خطة الإصلاح، يعني وقتها ما تعطيه خطة الإصلاح وتعطيه التمويلات، ما هذيك هي الحكاية. وقت اللي أنت عندك شركات فالسة وشركات ما عندهاش عندها كيفاش تتنفس كيفاش تعيش، يزبك تعاود ترسم لها. في نهاية المطاف ما نش نخرج من العطالة هذه، من المرة الألف ينبغي أن نوسع المدى، وإن شاء الله نخلط لأن تكون عندنا رؤية شاملة لاقتصاد الغد. شكرا سي خالد كورونا، شكرا صهيب المزريقي، شكرا حمزة سفار في الإخراج، زاهر بن حميدة وعلي أولاد نصر في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، في العمل الصحفي حنان بوربيع، علي القادري، فدوى القرميزي، ضياء الدين الكريفي، وماهر الفرشيشي. كنت معاكم ليليا الحسيني في إعداد وتقديم هذا العدد. نتلقاو غدوة إن شاء الله، خليكم على موجاتنا الإذاعة الوطنية.